باهي توب ان فلوب نبداوها بسؤال عطاير ليكم الكل. الواحد يقول لي فيكم شكون الكرونيكور اللي يعجبه في تونس وشكون الكرونيكور اللي ما يعجبوش؟ بكل صراحه معناتها ما غير جواندوي كيف تمشي الكرونيكور ما يعجبوش شي في الدنيا؟ شكون يعجبك شكون ما يعجبكش؟ بكل صراحه ميغالو شكون ما يعجبك شيء؟ والله ما نستحضرش شكون. بون نقولوا نقولوا زيد. زيد المكي يا حذر روحك او حلقه من زيد الحقيقه مان سهله الحقيقه انت مش سهله هو الحاجه جيتني انا ريتني صغير دزيت والله ليز ليه ليه او صغير تو بشيء حتى هو صغير مسيك عاد ما تحترمش الاراء لو سمحني امين انت قلت لي الحقيقه ولا اي الحقيقه هذه الحقيقه هذا هو رايي مش بيرسونيل مش ضدك رايي سيمون افي بون سا ديبون ما يعجبك حد تعجبك روح هيموريست يعجبني وكرونيكور كيفي لا كرونيكا كاهو يعجبك كرونيكور كيفي الكرونيكا مي هيموريست بيان سور ميغا وشكون اللي ما يعجبكش؟ شفت شفت ليك نعرف شكون اللي ما واللي او او سينو لا لا ان اوتر كرونيكا ميم با كلاسي في وسط لا لا لطفي العمالي بالطبيعه يعجبني اللي ما يعجبكش اللي ما يعجبنيش نسيوني من العارك اي عارف بيا عارف تيزيني شكون جاوبك انت ليه؟ أي باي أي الحقيقة الحقيقة أي الحقيقة زيد ماك أي ميغال خلينا نسمعوا شوية أي ميغال أحسن كرونيكور فوزي من قمرة صديقي نبعث له التحية ها واللي ما يعجبك فما زوز يتخالفوا فيها زيد ماك رياض والله شوف أو من الكرونيكور في برشا مجالات السياسة الثقافية كرونيكور سبور مثلا سبور يعجبني كرونيكور زيد الجزيري وعادل السليمي يعجبوني باه اللي ما يعجبكش تو اللي ما يعجبنيش بخلاف زيد الماكي معناها ما عاد سحاب ما عاد سحاب انا صعب ما عاد سحاب شكون يعجبك شكون؟ ابار زيد لا لا اون فاهم بصراحة سيلش لا 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 الكرونيكور انا نحبهم راهو ما مش لهنا بصفة عامة في التلفزة كنت نزيد وزياد مرة وزياد منين؟ نبداو باللي يعجبني ولا باللي يعجبني يعجبني برشا باير الحقيقه خاطر كلمتها الي لا اون بريزونس تري بارتيكولير معناها الحقيقه وياسر ياسر 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 متعبني ومتعبني في الدنيا وفي التورناج زياد المكي باه واحد اخرى زياد نسمعوا راي زياد انا احسن كرونيكور يعجبني محسن عيف خاطر جربناه في ربما صديقي محسن ونحب صحيح وبتبيع احسن افشل كرونيكور هو زياد المكي لا لا ولا اول مره باش نعطي راي مش مستانس ما تحبوا نعطيكم الديمقراطيه احسن كرونيكور يعجبني بالرسم ذكيه على الاخر ويفهم كل شيء معناتها ملي يتفرج فيهم في التلفزه التونسيه هو من غير معناتها حتى مجامله زياد المكي القفه راي خويا وبالرسمي كان تحبوا نقولها لكم اليوم في فاتو خليني نقول ما عنديش حتى مشكل في الكرونيكور معناتها اللي خدمت معاهم الكل من غير استثناء مع تبارك الله اجيال واجيال من الكرونيكور خدمت معاهم فان الكرونيكور ما يعجبنيش هو زيد المكي بابا قلتهم حاجه باختصار جو دي تو في لي بلاتو الكل اون ا لي ميور كرونيكور موافقك باهي